مشاهد من العصور الوسطى تلخص عقدين من الفساد والإهمال وانعدام الخدمات الأساسية في محافظة بابل، وتحديداً في منطقة حي النور. أكوام النفايات تتكدس هنا وهناك، وتشكل مع المياه الملوثة بؤراً لانتشار الأمراض والأوبئة في صفوف سكان الحي، لتكون هذه اللقطات شاخصة أمام أنظار مديرية بلدية الحلة. بالنسبة للخدمات صفر صفر صفر، ما جت بلدية افتريت وما جت هذا بزل، شنو بزل؟ احنا وين؟ توجيهات رئيس الوزراء ان تطلع لجان ان تطلع شي شو، وينهم؟ هذا بزل كله، مياه ثقيلة، امراض، هذا امراض، امراض مو بس يعم على هاي قدام البيوت، هذا يعم اذا تريد تحسبها على هاي المنطقة كلها والمنطقة المجاورة. هاي المنطقة من 87 انبنت لحد هالساعة، لا بها تبليط لا بها مجاري، الله بدالك، امراض سرطانية، ضربونا بالعنقودي مال الاحتلال الامريكي، ناس كلها سقاط. صار لنا 20 سنه نعاني، لا مجاري لا تبليط لا خدمات، واتحدى اي محافظ من المحافظين اللي استلموا من السقوط لليوم محافظ المحافظين يقول انا سويت مشروع على هاي المنطقه وهي مركز مدينه. انعدام الخدمات الاساسيه ليس المشكله الوحيده في حي النور، فالبطالة تؤرق شباب المنطقة الذين عبروا عن سخطهم من إهمال دائرة الرعاية الاجتماعية حقوقهم المالية واعتمادها مبدأ المحسوبية. كل سنة أقدم ما جاي يطلع راتب، وقاعد إيجار، حالتي تعبانة حيل، معدل أطفال اثنين، كفيلك الله والحسين، هاي صار اليوم 12 سنة أقدم، شوف هاي إيدي ما خليت مكان ما قدمت به، حتى البغداد رحت. ناس تعبانة، ناس أمورها حيل منتهية، يعني ناس تجاوز، أرض ما عتها، رواتب ما عتها، الرعاية الاجتماعية نقول يا بنطلعهم نجي اثنين ثلاثة يطونهم أموالاتهم، العرف يمشونه، الفقير يقعدونه. منطقة حي النور نموذج شاخص على تدهور الوضع المعيشي والخدمي في بابل، والذي لم تحرك له الحكومة ساكناً رغم المناشدات المستمرة لإنقاذ الحي وسكانه من وضع معيشي سيء جداً.